المستقبل تبدأ بالطفل، حيث سخرت الدول المتقدمة جهودها في توفير أفضل الإمكانيات للمساهمة في إعداد الجيل الجديد إعداداً علمياً وتربوياً واجتماعياً، كما وفرت أفضل الفرص للإبداع والابتكار المبكر. مجتمعنا الذي تربى على القيم والعادات والتقاليد المتزنة والمتوارثة باتت تحيط به أخطاراً تهدد فكرة وصحة وتربية أطفاله، مثل مخاطر الإدمان على الألعاب الإلكترونية. في دولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت برامج ومناهج شاملة لمختلف الأعمار، الهدف منها تهيئة كل السبل لبناء جيل ذكي قادر ومتمكن على تحقيق آمال وتطلعات القيادة الرشيدة. تهتم شعوب العالم بالنشئ الجديد كونهم ثروة المستقبل، وعليه بذل المهتمون في عالم الطفل جهودا استثنائية في استحداث برامج تدريبية وتوعوية من أجل إعداد الأطفال إعدادا علميا واجتماعيا وتربويا للوصول للأهداف المستقبلية المخطط لها. وقد شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير كل المستلزمات الحديثة لبناء الطفل النموذجي وتوفير المناخ الصحي المناسب لكي لا ينشغلوا بالألعاب الإلكترونية التي سببت الكثير من الإدمان المزعج داخل الأسرة، وانعكس ذلك من أثر سلبي في عدم الاستجابة لتوجيهات ونصائح أولياء الأمور والمدرسين. ومن بين برامج التوعية ومخاطر الألعاب الإلكترونية هنالك حلقة وصل مهددة بالخطر إن لم نحكم السيطرة على أولادنا عبر إيجاد بدائل إيجابية مختلفة. وحيال كل ما تقدم يا ترى، من المسؤول؟ حول هذا الموضوع لدينا الدكتورة هدى الحبيب، استشارية صحة نفسية. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة. شو هو تعريف الإدمان على الألعاب الإلكترونية؟ الإدمان على الألعاب الإلكترونية للأسف صار في الفترة الأخيرة مرض من الأمراض اللي أدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية، وهو عبارة عن التعلق في اللعب والفيديوهات اللي الأطفال يلعبونها ويستمرون عليها أوقات طويلة، ويوم عن يوم تزيد الفترة الزمنية ويصبح الطفل في حالة نفسية أو جسدية مختلفة عن الطفل اللي ما يلعب وايد. دكتورة، كيف تعرف الأم أن ابنها مدمن على ألعاب إلكترونية؟ شو يطلع عليه من أعراض؟ طبعاً أعراضها تكون واضحة جداً بالنسبة للأم، تلاحظ أنه هو مش مسيطر على الأوضاع الطبيعية اللي حوله، مش مركز، إلى جانب يوم عن يوم يزيد تعلقه مع هذه الألعاب ويصبح خارج عن السيطرة في حالة لما الأم تطلب منه شغلة أو أنه لازم يؤدي واجباته ومسؤولياته، يرفض تماماً، يكون متعلق بها، ويوم عن يوم تزيد فترة التعلق والزيادة في الفترة الزمنية في الألعاب هذه. قلتي دكتورة يفقد السيطرة، شو معنات يفقد السيطرة؟ يفقد السيطرة معناته أنه هو مثلاً إذا قاعد يلعب خلاص مندمج اندماج كامل، إلى جانب إذا حد يناديه أو عنده مسؤوليات أو لازم يطلع يلعب شوية في مثلاً برع البيت أو يقعد مع الأهل، خلاص يكون فاقد السيطرة في أنه يلبي هذه المسؤوليات، معزول يعني، معزول نزال تام. جميل دكتورة. هي العائلة اللي فيها أكثر عن فرد، أكثر عن طفل مدمنين على الألعاب الإلكترونية، كيف يكون شكل الأسرة هذه؟ طبعاً هذه مأساة تكون بالنسبة لهم، لأنهم ما يكونون عايشين حياة الأسرة أساساً، يعني حتى وقت الوجبات الغذائية ما تلمهم كلهم، يعني لما الأم تنادي الأطفال تلاقيها يقول لحظة بنتظر الحين جاي، بس من كثر ما هو متعلق في الألعاب ما يقدر حتى يهدها ويروح يأكل وياهم أو يقعد وياهم أو اللمات العائلية ما يقدر وياهم، فبالتالي تلاقي هذه الأسرة كل واحد منعزل، كل واحد في غرفة، ما يعرفون بعض حتى، مش مترابطين يعني دكتورة، أبداً مش ما عندهم أي أنشطة جماعية، ما عندهم حوارات، ما عندهم نقاشات، كأنهم غرباء في البيت. دكتورة أذكر قبل نحن يمكن في طفولتنا كانت تجمعنا السيارة في الرحلات، ما كان في آيباد، ما كان في لعبة إلكترونية ويانا. صحيح. الحين أعتقد كيف استوت رحلاتهم، كيف استوت طلعاتهم هذه الأسر؟ طلعة حتى في السيارة كل واحد منعزل عن الثاني. أوه. كل واحد له كينونته، كل واحد له عالمه، كل واحد له الوضع اللي الخاص هو قاعد يمارسه،
ما حد يتكلم مع الثاني، صمت اصلا يكون. اذا هو عيل ما خرج من عزلته اذا معاه اللعبه الالكترونيه في كل مكان. هو عزله عن الطبيعه لكنه مندمج مع عالم افتراضي اخر، لا هو يعرفه ولا هذولاك يعرفونه، وعايش في هذا العالم الخاص اللي فيه هو. الدكتوره الاطفال في عندك عمر الحضانه ورياض الاطفال والطفوله اللي هي نقول ما قبل المراهقه عمر ال11 وال12، شو تفرق الاعراض بين الطفل المدمن في مرحله رياض الاطفال والحضانه عن الطفل اللي في السنوات الاخيره؟ طبعا الاطفال الصغار كل ما كان اصغر في العمر ممنوع اصلا يستعمل الالعاب الالكترونيه، حتى الهاتف لازم الام ما تعطي، او مثل بعض الامهات تكون مثلا الطفل الوليد عندها في حضنها وهي قاعده على الفون، طبعا هذا ممنوع. يعني يعني انت تفضلين ان حتى وهو يعني وهو تنومه او غيره لازم ما يكون؟ طبعا طبعا، يعني حتى بالنسبه للحامل وهي ماسكه الفون فتره طويله، لان في موجات كهرومغناطيسيه وذبذبات تاثر على الطفل، فبالتالي اذا كان كل ما صغير الطفل لازم نحن نبعده عن هذه الاجهزه لانها تاثر على الدماغ، على تطور الدماغ، فبالتالي كل ما كان صغير كانت التاثيرات عليه اقوى من الشخص الكبير. او دكتوره كيف يعبر الطفل اللي في مرحله رياض الاطفال، كيف يعبر، شو تطلع عليه من سلوكيات؟ طبعا اهم سلوك تلاحظه الام انه هو ما ينام زين، لان نحن نفكر اضطرابات النوم، يعني اضطرابات النوم نحن نفكر هو نام اخذت اللعبه من عنده، بس عقله شغال في انه لانه هو متاثر بالموجات الكهرومغناطيسيه تاثر على نمو الدماغ، بالتالي هو نايم بس يشعر بقلق بتوتر بضغط نفسي، فلما تيجي الام الصبح عشان تقومه حق المدرسه او حق الروضه ما يقدر يقوم، فيروح دائما بعصبيه بتوتر بقلق بصياح، فيكون زعج الام. عشان شي يقول ما ابغى اسير المدرسه، ما ابغى اسير دكتوره انا واحده من المعلمات مره سمعت لها حوار تقول ان هي المعلمه هذه معلمه رياض اطفال، تقول ان الطفل اذا كان وايد مدمن على العاب الكترونيه وسار للملعب او سار لساحه الالعاب، سار للمطعم في الروضه، ما عرف يرجع الفصل، ما يدله، يعني ما حفظ مكانه. حتى طبعا عدم تركيز الذاكره، يعني تكون جدا ضعيفه ذاكره المكان، ذاكره الالوان. صح بالفعل، لان الالعاب هذه تخلي الطفل خلاص يعني كانه ما يشوف قدامه شيء، ما يقدر يركز، لما قلت خارج عن السيطره يكون هو عنده بس اللعبه هي المسيطره عليه، هو مو مسيطر على وضعه على سلوكه على افعاله، اللعبه هي شغاله في راسه 24 ساعه تكون. ودكتوره كيف شكل علاقته مع اقاربه من الدرجه الاولى والثانيه، زملاء مثل الجد الجده، كيف تكون علاقته؟ طبعا هو ما يكون اجتماعي لانه مثل ما قلنا في البدايه انه انعزالي، فهو مفروضين على بعض الجمعات، مفروض يعني عليه يصير مفروض عليه، فلما يروح يكون اصلا ما له مزاج، رايح غصب عنه وقاعد بينهم كانه غريب ما يعرفهم، لان هو خلاص ما عنده ثقه في نفسه، ما عنده معلومات، ما يعرف يتكلم وياهم، ما يعرف يتناقش وياهم، ويحس ان هم عالمهم مختلف تماما عن عالمه، فهو قاعد بينهم كانه غريب. اذا الام اذا لاحظت ابنها او بنتها في الجمعات الاسريه ما عنده ذكاء اجتماعي، ما عنده تعامل، هذا مو معناته سوء اخلاقه او سوء تعامله، هذا معناته هو يعاني من ادمان على الالعاب هذه. صحيح، لان الذكاء الاجتماعي كيف يستوي عند الانسان؟ بالتدريب، التدريب يطلب من الانسان انه يكون في مواقف مع ناس مع جماعات على اساس يعرف كيف يتكلم، يتدرب على الحديث، يتدرب على انه يكون عنده مشاعر وياهم، مشاعر حقيقيه مش مشاعر افتراضيه مثل الالعاب. حتى يعني المشاعر افتراضيه طبعا، لان هم لما يلعبون في ناس يتواصلون وياهم فيبعثوا لهم مشاعر، بس هذه المشاعر مش حقيقيه تكون، فنحن ما نعرف مثلا هذا ولد ولا هاي بنت ولا هاي كم عمره، لان هم الكترونيا يتعاملون، ومرات اصلا مو شخص حقيقي حتى يكون اللي قاعد يتعامل وياه، يكون الكتروني افتراضي فقط، فبالتالي هو هذا الطفل صديق يفقد. وهمي يعني صديق بالفعل. وهمي نعم يعني. نعم دكتوره، بسبب عدم وجود ذكاء اجتماعي في الجامعات هذه وتاثره بالصديق الوهمي، كيف تتاثر ثقافته، عاداته، تقاليده،
شو هل مرت عليك حالات ان الطفل ما عنده هوية، ما عنده ثقافة؟ يعني أنا مؤخراً مندهشة جداً من هالناحية، إن أشوف في أطفال يجوني ما عندهم ثقافة، ما عندهم حتى كلمات من عاداتنا وتقاليدنا وبيئتنا، المفردات أبداً ما عندهم. ثقافتهم تسأليهم أسئلة بسيطة جداً من المجتمع، من الثقافة، تشوفينا يعني مندهش، هاي شو يقول اللي قدامي؟ يعني ما يصدق اصلا، ما يصدق المعلومات، بالفعل ما يصدق المعلومات وما يفهمها اصلا، ما يقعد ما يقدر يركز انه شو هذا الكلام. دكتوره هني شو يصير في عقله؟ هل هو يتحجم، يصغر العقل عنده، الادراك؟ العقل تسوي فيه اضطرابات طبعا، كل ما كان صغير تسوي مشاكل في الدماغ، ما ينمو عند الدماغ بطريقه طبيعيه. فحتى في دراسات وابحاث سووا على هذا الموضوع، لاحظوا ان في تغييرات تستوي في شكل الدماغ لهالدرجة. شكله يتغير ليش؟ لان هي موجات كهرومغناطيسيه وكهرباء على طول، يعني الواحد ماسك الجهاز ويفكر ان انا حتى يعني الموبايل، مو بس ان واحد يقول ان انا قاعد العب، لا، في ناس الحين بدأ يستوي عندهم ادمان مش بس فقط على الالعاب، حتى على السوشيال ميديا. صحيح. فبالتالي هذه الكهرومغناطيسيات والذبذبات تأثر مباشرة على الدماغ. دكتورة ذكرت الذبذبات والموجات هذه، في بعض الأمراض مثل الصرع، مثل التشنجات، عيال الطفل اللي فيه هذه الأمراض بشو تأثر عليه؟ طبعاً الأطفال اللي عندهم القابلية أو عندهم الجينات لهذا الموضوع بس بشكل خفيف جداً، تحفزهم أكثر، تحفز المرض وتخليه أشد عنده من الوضع الطبيعي اللي هو لو ما كان يلعب. فبالتالي في وايد حالات الصرع والتشنجات اللي بدأت تظهر في الوقت الحالي نتيجة اللعب على أو الإدمان على الألعاب الإلكترونية. نعم. دكتورة ذكرتي نقطة الصديق الوهمي، الصديق الإلكتروني، طبعاً بعض الألعاب فردية وبعضها يلعبونها جماعة، كيف يأثر هذا الصديق الوهمي على الطفل؟ كيف يأثر عليه؟ أثر على ثقافته؟ كيف يأثر على يعني حياته اليومية؟ كيف يأثر عليه؟ طبعاً التأثير يكون جداً كبير، لأن نحن عادة في التربية دائماً نحاول مثلاً حتى في المدرسة نخلي الفئة العمرية يكونون ويا بعض من نفس العمر، من نفس الثقافة، لكن الناس اللي يتعرفون عليهم إلكترونياً ما تعرفين شو ثقافته، ما تعرفين كم عمره. فبالتالي هو ينقل هذه الثقافة من خلال تواصله، لأن ساعات طويلة يتكلمون ويا بعض، يتواصلون ويا بعض، ففي وايد أشياء ينقلوا لها. واحدة من القصص اللي صارت، واحد من الأطفال كان فاتح الاسبيكر وأمه كانت جالسة، فسمعت الشخص اللي قاعد يتواصل وياه يقول له أنا أدخن من زمان بس بطريقة أن أهلي ما يعرفونها. فتفاجأ الولد أنها يقول له كذي، وأمه سمعت الكلام، فيعني على طول حاولت إنه تسيطر على الموضوع وتخليه يبتعد عن هذا الموضوع. هذا إذا الأم سمعت، بس الأم إذا ما سمعت شنو الوضع؟ صحيح، لأن يكون حاط سماعات مثل ما نشوف نحن الحين. بالفعل. إيه. وهذا السبيكر يمكن اللي أنقذه، يعني أنقذه من الإدمان على التدخين. صحيح، ووجود الأم بجانبه بعد. ألاحظ دكتورة بعضهم، بعض الأطفال الحين يتناقل كلمة مثل أنا ملان، ملل، أنا مو متفيج. ساعات تحسين حتى الكلمة كبيرة عليه، يعني هو ما يعرف، هل هو يعرف الملل؟ يعني هو ما يعرف الكلمة شو من كثر ما إنه شو يقصد بيها، إنما هو يريد يحقق شيء. الشيء اللي بيحققه هو شنو؟ إنه يروح يلعب اللعبة مالته، لأنه هو مجرد ما يخبر الأم أنا ملان والأم ما عندها وقت تطلعه أو تقعد وياه أو إنه تتعامل وياه، تقول له روح العب. ما في نشاط بديل، يعني ما في نشاط بديل يعني. إن هي وفرت له الأنشطة، موجودة كثيرة، بس هي ما وفرت له شيء، إلى جانب إن الأم تحببه من خلال إن تقول له مثلا بعض المسؤوليات إذا أنت سويت بخليك تروح تلعب، فهو يحس هذا اللعب بالنسبة له عالم جميل وإيجابي. فنحن ما لازم إن نربط الألعاب الإلكترونية بالمحفزات اللي نحن نبي نعطيها حق الأولاد. ما تكون جائزة له. ولما تبي تعاقبه لا تعاقبه بعد على الألعاب الإلكترونية، عشان ما تحسسه بأهمية هذا الموضوع. فإذا كان في ثواب وعقاب سببه الألعاب الإلكترونية، في إن هذا الشيء يعزز من قيمة اللعبة دكتورة؟ طبعاً، لأنه يصير بالنسبة له شيء مهم.
يعني نحن متى نعزز ومتى نعاقب بإيش الأشياء عادة؟ بالأشياء المهمة في حياتنا. فبالتالي نحن ما نستعمل هذا كسلاح مهم بالنسبة للولد، لا، دائما نعززه بالأشياء اللي تعطي أهمية أكبر في حياته ويركز عليها. في أولاد يلعبون وفترات طويلة بس بسبب ظروف معينة، مثلا عنده إجازة، مثلا صارت وضع معين صار عند الأهل يلعب، بس ما تسوي عنده إدمان على اللعبة. ليش؟ لأنه متوفرة عنده بدائل أخرى. لكن نحن لما ما نوفر بدائل أخرى ونعزز موضوع اللعبة عند الولد فيستوي عنده إدمان. هل توجد صداقة إلكترونية عبر الألعاب حقيقية، صداقة حقيقية؟ طبعا تستوي صداقة، هي مش هذيك الصداقة الحقيقية الطبيعية، إنما يستوي تعلق، تعلق من الطرفين، لأن من كثر ما يدمن على الشيء. وبعض الشخصيات هم شخصيات مضطربة بحالة التعلق، يعني هو يحس إنه ما عنده بدائل أخرى غير إنه يتعلق بالشيء، فيتعلق باللعبة، ومن اللعبة يتعلق بالأشياء اللي من خلالها التفاصيل الأخرى للأشخاص اللي يلعبون وياه. دكتورة، التعلق إذا الأم بغت إنها هي تشل الطفل من هذه العزلة وتعالج من هذا الإدمان وتخفف هذا التعلق وشلت عن اللعبة، شو يطلع على الطفل من آثار؟ هو طبعاً في البداية هو يعاند، يصارخ، يزعل، يكون عصبي. بس هذه طريقة صحيحة دكتورة إنها تشيل عنه؟ لا طبعاً، هي لازم توجد للبديل أول شيء. لما توجد للبديل هو ينشغل بالبديل، يبدأ تدريجياً يدرك، لأن نحن لما نقول إدمان مثل الشخص اللي عنده إدمان على نوع من الأدوية أو نوع آخر من أي شيء آخر في الدنيا عنه، لكن نحن كيف نترك الإدمانات؟ يعني حتى الطبيب اللي يعطي علاج معين، هذا العلاج يستمر فترة طويلة، لما يجي يقطع ما يقطع فورا، يقطع بشكل تدريجي. فالأم هنا لازم يكون عنها فن في كيف إنها هي تقطع هذا الموضوع من الولد من خلال إيجاد بدائل محببة، وتدريجيا تبدأ تقطع عشان تكسب العلاقة وياه. والمشاركة دكتورة أيضا في هذه الأنشطة مثل الألعاب الجماعية، مثل الرحلات، طبعا البدائل كثيرة. إذا الأم عرفت شو البدائل اللي تتناسب مع عمر أطفالها وثقافة أطفالها وشاركتهم هذه البدائل، بالتالي تدريجيا هم بيتركون، لأن مثل ما قلت لك يعني في البداية إن في ناس يلعبون لكن ما يتعلقون. التعلق هاي بسبب عدم وجود بدائل. الشاب أو المراهق اللي كان طفل مدمن في طفولته، كيف يكون شكل مراهقته؟ كيف يكون شكل مرحلة شبابه؟ في قصة حقيقية صارت من هذا الموضوع. شاب وشابة تزوجوا وجابوا طفل، ومن كثر ما هم عندهم إدمان على الألعاب الإلكترونية فهم كانوا يلعبون لعبة، هذه اللعبة تثقيفية على أساس كيف نربي طفلنا، ومن كثر ما صار عندهم إدمان على هذه اللعبة كانوا يحملون الطفل هاي. وعمره 3 أشهر البنت توفت بسبب سوء التغذية، لأن المعلومات خاطئة اللي في اللعبة. اللعبة فيها المعلومات صحيحة لكن من كثر الإدمان، الإدمان يعني حتى نحن في عنا ألعاب هادفة، يعني هو الألعاب الإلكترونية أو الأجهزة الإلكترونية سلاح ذو حدين، يعتمد أنا كيف أستعمله، هل أستعمله بطريقة إيجابية أو بطريقة سلبية. هل تفضلين أن الأم تتدخل يعني من سن مبكر تفرض على الطفل بعض الألعاب بس خلال الآيباد، خلال الجهاز الإلكتروني؟ يعني طبعا هو مش مسؤولية الأم فقط، يعني مسؤولية الوالدين، مسؤولية المجتمع إن كيف يتعاملون، كيف يبثون هذه الثقافة. مثل الحين مؤخرا طلع قانون في إحدى الدول إن يمنع منع باتا على الطفل إنه يلعب أكثر من ساعة في الأسبوع. جميل، فهذا قانون رسمي نزل رسمي. ففي هذه الحالة المجتمع والدولة قاعدة تساعد في إن نحن نحد من هذا الموضوع. بالنسبة للوالدين طبعا في الدول الأخرى ضروري جدا إيجاد البدائل بالنسبة للأطفال بحيث إنهم ما يستوي عندهم تعلق في هذه الألعاب. دكتورة، التحصيل العلمي، إذا ذكرنا طفل لازم نذكر الدراسة، التحصيل العلمي كيف يتأثر؟ طبعا نحن قلنا في البداية إنه ما عنده تركيز،
طالما هو ما عنده تركيز ما يحب الدراسة. ليش؟ لأنه هو كل تركيزه وتوجيهه على الألعاب، بالتالي حتى هو في المدرسة مخه يلعب فما يقدر يركز مع المدرسين. ليش؟ لأن نحن التركيز في الصف الدراسي ياخذ الولد من الصف 75%، 75% يقدر يحصل من المادة التعليمية وهو جالس مركز، بس اللي ما جالس وما مركز ويا المدرس ومخه في الألعاب، بالتالي هنا ينتظر متى ما يروح البيت عشان بسرعة يلعب، لأن في هرمونات تتفاعل مع الإدمان، فهذه الهرمونات تنفرز في الجسم قبل ما الولد يبدأ يلعب عشان تحفزه بسرعة إنه هو يروح يلعب، فهو ينتظر متى أروح البيت عشان ألعب، فمخه يكون شغال متى يروح البيت. ودكتورة يستون بعد أصدقاء اللي في المدرسة يكون صداقات مع أطفال مثله مدمنين على الألعاب. صحيح. مدمنين على الألعاب. دكتورة شو هي البدائل اللي الأم توفرها للطفل؟ البدائل طبعا كثيرة، منها أن تسوي له رحلات، أصدقاء، تقعد وياه، تقرأ وياه قصص، تبين له في أشياء هادفة أخرى مثل القراءة، الأشياء التعليمية. هو ما يمنع أن نحن نعلمه الأجهزة الإلكترونية أو نقعد وياه فترات يعني بسيطة، لكنها من أجل الفائدة. مشاركة الأم والأخوة والأسرة بعضهم بعض، هذا يولد عند الأولاد شعور الأمان، بالتالي ما يصير عندهم تعلقات في أشياء أخرى. المودة أيضاً بين الأسرة بعد. والمودة طبعاً والحديث والمشاركة وثقة النفس اللي تستوي عنده. بالتالي يصير في مشاركات، في زيارات عائلية، طلعات، رحلات، ألعاب مشتركة طبعاً. في معلومة خطيرة قلتي لي إياها خلف الكواليس. هل الإدمان على الألعاب الإلكترونية في المستقبل يؤدي للإدمان على أشياء أخرى؟ نعم، من كثر الاكتئاب والأعراض اللي تستوي، بالتالي تستوي عنده انحرافات أخرى. فيعني هو الموضوع مش سهل إن الأم تقول ولدي خلاص قاعد ومرتاح وقاعد يلعب ومبتعد عن برع يطلع أو عن أصدقاء آخرين. هو معزول. نعم. وقاعد مع قنبلة، هذا القنبلة ممكن تنفجر في أي وقت آخر من خلال وضعه النفسي. فبالتالي هو مو قاعد مرتاح لأنه هو ماسك في يده جهاز، هذا الجهاز طول الوقت قاعد يطلع موجات كهرومغناطيسية تأثر على صحته، على نمو دماغه، على تطوره. والطفل مثل ما ذكرنا أنه في مرحلة تطور، يعني على أساس يوصل لمرحلة يكون ناضج، يكون شخصية نافعة في المجتمع. ذكرتي دكتورة الاكتئاب، الحين نحن ككبار نعرف أن نحن مكتئبين، مضايجين، معصبين، قد نمتنع عن الأكل أو ناكل بزيادة. الطفل كيف يبين عليه الاكتئاب دكتورة؟ كيف تعرف الأم ولدها مكتئب؟ تعرف الأم من طريقة أكله مرات، يعني من كثر ما إنه هو مخه إنه يبي يروح يلعب يمتنع عن الأكل، ومرات لا يكون قاعد وحاط جنبه الأكلات الغير صحية ويقعد يأكل منها. ليش؟ لأنه ما يروح يأكل الأكل الصحي أو يقعد على الطاولة وياهم، فيفضل إنه يقعد بروحه، ويفضل يقعد بروحه بالأكلات الغير صحية. هاي واحدة من الأعراض اللي تقدر تلاحظها الأم، إلى جانب إنه ما ينام زين، إلى جانب إنه هو عصبي، متوتر، قلق طول الوقت، يرفض كل شيء الأم تعرضه عليه. وبتأثر بهذا الصديق الوهمي اللي يزرع فيه أفكاره وثقافته. صحيح. نعم. دكتورة قلتي إن الألعاب الإلكترونية سلاح ذو حدين. هل في إيجابيات للألعاب الإلكترونية؟ نعم طبعاً في إيجابيات كثيرة. الإيجابيات إن نحن الحين المدارس صارت تستعمل الألعاب الإلكترونية في تعليم الأطفال، الأبجديات، الأحرف، الكلمات، إلى جانب هو الإدمان مش فقط يكون على لعبة معينة. يعني في لعبة انتشرت ما راح أذكر اسمها، يلعبها في حدود 600 مليون شخص، فهذا رقم كبير، يعني العدد هذا اللي قاعد يلعبونها. فبالتالي نحن الألعاب الإلكترونية هذه فيها جوانب إيجابية إذا الواحد اتبع الجانب الإيجابي. مثلا ممكن الأم تخلي الولد مثلا يحفظ قرآن من خلال الألعاب الإلكترونية. صحيح. ممكن تعلمه بعض الجوانب الإيجابية اللي هو يحتاجها، قراءة قصص مثلا، لكنه مش لفترات طويلة إذا كان هو صغير، عشان قلنا الموجات الكهرومغناطيسية. يخبرني أحد الزملاء يقول لي لأنه يلعب مع أجانب
فتعلم بعض المفردات أو الجمل الإنجليزية، تقوت عند اللغة الإنجليزية أيضا. إذن إذا هو كان يستعمله بطريقة إيجابية، لكن إذا هو تعامل وياهم وتعلم منهم كلمات أجنبية، بس ممكن يتعلم منهم أشياء أخرى. يعني نحن المدارس تتعلم اللغة الأجنبية، في كورسات حق اللغة الأجنبية، مو شرط إني أنا أتعلم، لازم يكون عندنا وعي، الأم يكون عندها وعي، الأبو يكون عنده وعي إن ولدي قاعد على هذه الألعاب يستفيد يتطور يتابعونه، لكن بنسبة معينة، لأن نحن قلنا بعد الموجات الكهرومغناطيسية لها تأثيرات. صحيح دكتورة، شو هي أغرب القصص والأمثلة اللي يأتش من المدمنين على الألعاب الإلكترونية؟ إذا ما كانت أبرزها، شو هي الدارج اللي يأتش العيادة؟ صراحة إنهم ما في علاقة بين الوالدين. البنت ما تعرف أهلها، والأهل ما يعرفون البنت أو الولد، ما يعرفون شخصيته، ما يعرفون شخصيته، شو في عقله يدور، ما في علاقة إيجابية بينهم. يعني نحن الأم والأبو مرات يحتاجون أن يغيرون سلوك أبنائهم، بس طالما ما في علاقة إيجابية بسبب الألعاب الإلكترونية، بالتالي ما يقدرون يغيرون أو يعدلون في بعض أنماط سلوكهم. فما تشوف البنت ما تتحمل الأهل، والأهل ما يتحملون البنت أو الولد، نتيجة إن هاي في عالم وهذا في عالم آخر. في حاجز استوى بينهم يعني. إيه، في حاجز كبير اتولد بين العوائل. دكتورة، إذن من المسؤول أو أول الأشخاص المسؤولين على إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية؟ ممكن نقول الوالدين؟ أنا بالنسبة لي الوالدين أول شيء لازم يستوي عندهم وعي، والوعي منه مسؤول عنه؟ البلد اللي هم يعيشون فيه، المجتمع اللي يعيشون فيه، المنظمات الصحة العالمية يحتاج أنها تنشر أكثر، يحتاج تكون عندنا أكاديميات تعطي هذا الوعي، مثل ما إن نحن اليوم عندنا جهات كثيرة تنشر وعي السعادة، وعي التسامح، وعي إيجابي. بالتالي لازم يكون عندنا أماكن اللي بعد ينشرون الوعي من ناحية الإدمان على الألعاب الإلكترونية، وينشئون الزوجين هم مقبلين على الزواج، يعطوهم بعض التعليمات أو بعض الكورسات، بحيث إنه يعرفون كيف ينتجون جيل جديد خالص من هذا الموضوع، على أساس إنه مثل ما قلنا نحن في مجتمع نعيش، والمجتمع يتكون من الأفراد، والأفراد يجون من الأسرة. بالتالي إذا الأسرة كانت نامية بطريقة صحيحة، الأفراد بيكونون صحيحين. أكيد أكيد، الأسرة هي لب المجتمع. بالفعل. وبعدين طبعاً دور المجتمع، دور المدرسة، الإعلام، كله يلعب دور. عمل مشترك. في نصيحة أخيرة دكتورة توجهينها أما للأطفال المدمنين أو لأولياء أمورهم؟ طبعاً أنا بالنسبة لي إن مهم إن نحن نكون على وعي على أضرار الألعاب الإلكترونية، أضرارها. مهم إن الأم والأبي الأب يعون هذه الأضرار، وما يفكرون إن أنا ولدي منعزل وقاعد في الغرفة وقاعد يلعب مريحني. أنت مسؤول، أنت لما قررت تجيب أطفال أنت مسؤول عن هاي، والله سبحانه وتعالى قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا نقول في ختام هاي الحلقة أن انعزال الطفل وهدوءه هذا ليس دليل على أن الطفل بأمان في أيادي الألعاب الإلكترونية. بالفعل، يعني انعزالهم وقعدتهم في الغرف لوحدهم، هم قاعدين كأنهم تحت ضغط نفسي وتوتر، وراح ينصابون بأمراض. وهنالك دراسة أجريت على مجموعة من الطلبة لمراحل مختلفة، منها المرحلة الصف الثالث وحتى الصف الثامن في سنغافورة. وقد أظهرت هذه الدراسة نتائج أن الطلبة الذين يعانون من إدمان على الألعاب الإلكترونية تعرضوا لمشاكل نفسية، اللي هي القلق والاكتئاب، التنمر الاجتماعي، تدني مستوياتهم الدراسية، عدم التمتع بفترات مريحة من النوم بسبب القلق والتوتر وارتفاع ضغط الدم، اضطرابات القلب طبعاً. وهناك في دراسات كثيرة، منها دراسة إسبانية أظهرت أن ممارسة الألعاب الإلكترونية لأكثر من 9 ساعات أسبوعياً تشكل خطر كبير على الأطفال. وأكد الباحث بوجول في مستشفى ديلمار في برشلونة وفريقه، شملت هذه الدراسة على 2442 طفل،
تراوحت أعمارهم من بين 7 سنوات و 11 سنة، وأكدت الدراسة أن هناك إمكانية كبيرة وعلاقة بين الوقت اللي يقضيه الطفل في ممارسة الألعاب مع المشاكل السلوكية والصراعات والخلافات الاجتماعية اللي يمارسها بشكله اليومي. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر والتقدير للدكتورة هدى الحبيب المتحدث الرئيسي في هذا البرنامج، ونؤكد من خلال هذه المنصة أن الطفل هو ثروة المستقبل، وبناء وإعداده إعدادا سليما بدءا من العائلة والمدرسة والصحبة هي واجبات تقع على عاتقنا جميعا، ينبغي لنا ألا نهملها، بل علينا تنميتها وتطويرها بالتعاون والتكاتف لبلوغ الأهداف. شكراً أعزائنا المشاهدين لمتابعتكم، حتى نلتقي لكم منا كل التقدير والاعتزاز، في أمان الله.